أعافكم الله. يقول السائل: ما حكم من وجد مالا في حمامات الحرم، ماذا يفعل بها؟ هذا إن كان أنه يلتزم بالتعريف عليها والبحث عن صاحبها يأخذها ويبحث عن صاحبها، وإن كان ما هو ملتزم أو يقول ما أصبر على المتابعة وعلى البحث يتركها، ما يعلق ذمته شيء ما يقوم بواجبه، هذه مسؤولية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة: لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني لمن يعرفها ويبحث عن صاحبها. نعم، هناك مكتب للضائعات، إذا كان يأخذها ويوديها للمكتب فيوديها للمكتب وهم يبحثون عن صاحبها، أو من ضاع له شيء يروح للمكتب ويجدها عندهم. أما أنه يأخذها ويتركها ويهملها فلا يجوز، لا بد أنه يقوم ببحث عن صاحبها أو يوديها للمكتب المخصص لهذا للضائعات. نعم.